السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. مسيتوا بنو. شلونك يا رجال؟ حياكم الله. صايد وفايد يا رجال. شلونك؟ يا ولد احنا نبي نقلط بس انت، احنا جينا بناخذك في لزوم، انت وجه العرب وانت مقدم ذوي غانم وانت اللي على كل علوم والرسم في يدك العلوم كلها. ابشر وش في مشكله؟ طالح الرجال العريس اللي عرسه بكره، انت عينته من يوم انك رحت الموسكو جرفه ما طاحت عليه، اختفى. حاضر غايب، ما ندري حي ميت ولا انت. انا مسافر معكم برا. ما شفت ولا ادري وانا يا رجل. انت ما تعرفون البروتوكول، يمكن العريس بيختفي الايام هذه. يختفي عمره 70 سنه شو يسوي يا ولد؟ في مشكله بس احنا ما ندري شو. يمكن يسوي جاكوزي. جاكوزي سونا. لو سواها راح جلده مزع مع الجاكوزي يا رجال. معدل عمر 65 والله ما طلعنا غلب الدفاع المدني. ولد الرجال متكي. ولد الرجال متكي يا رجال. ولد لا تسقطون على عمكم بكره زواجه. اصلا ما يمده يشوف السنابات ولا يدري الا بكره. قد عرس وراح ما عاد الحين بيتك ما ادري وانا. وخلنا السنابات غرر وخلنا نشوفه والعرس بكره. تفي العرس بكره والعلوم ولا ادري ويش وجاينا الحين. انت من متى ما شفته؟ انا العريس من متى ما شفته؟ والله العظيم من بعد الحج ما عاد شفته. لا اله الا الله. والله ما ادري. وانت العيد يوم سرناك الليل من العيد من المخيم حق العيد. تدري انا عيني حتى جوال مقفل ما يرد. تدري متى كيف اعرف انه حي؟ متصل اخر ظهور. اخر ظهور مختفي ما ادري وينه. انا الظاهر مسوي لي حظر لا متصل ولا غيره ولا ادري وين هو. طيب الحين المطلوب وش هو؟ نروح نشوف الرجال اسمع نشوف الرجال ونشيك على اموره وعلى خواصه وعلى العلوم. الرجال مقبل على شيء زي السياره يوم انك تفحصها وتشيك عليها تمسك خط مشانها. الرجال عرس بكره وبيجينا راي يجينا وبيجي شو تسوي؟ تروح معاكم. تروح معنا. تروح معنا. بوجب على عمي سعيد. طيب الله وجهك. اشوفه مقام ابي. توجب عليه؟ ايه. طيب الله وجهك. هذه هديه. ايه. ولد ولد احنا بنخي ما وجبنا عليه. انت قايم تسقط على ما وردت رايك. احنا يدينا فاضي. لو نقول اسمع مدتنا مع مده غازي. مدتكم مع مده رمزي. خرب عاده. انت ايش جايب؟ وش جايب؟ جايب له شمال. والله بيض الله وجهك. فك خلنا نشوف. بيض الله وجهك يا رمزي. يعني انت جايب من الشماغ هذه الوش؟ زين زين زين. على امرك على امرك. والله ما ياخذها اثنين ما معهم هدايا واحد. هذا يسقط على انا صحيح. خلوا وش بكره انا رايح العرس وان شاء الله من هنا ولا من هنا. يعني هذه تقدمه مقبله. مقبلات بكره العنيات بتجي عنيات. مبروم على مبروم ما يجي كذا كذا من فلان مخلد كذا كذا من بدر. لحظه يعني انت مهدي هذه عشان بكره يعطيك من العنيات؟ والله انك خطير يا رجل. ما يدري هذا ما يدري. دونك ابو حشر دونك ابو ساره دونك بدر. مبروم على مبروم ما يجي يا ولد. عرس ما عاد يفكر حاوبي تحت من تحت منبطح. هذول قواطيع اصلا والله ما يصلك شيء. مر لا تروح ترى حتى لو رحت اشتغلت هناك مالك يوميه بس. يا رمزي هلا. اصلا انا قال لي اللي طالع عمك سعيد شهر العسل وين؟ في المالديف ولا وين؟ في اي دوله ولا خلاص عشان انه عمره 60 سنه ما تعطوه شهر عسل برا البلد الا شهر العسل عنده في تركيا 10 ايام. مر انت الحين يعني انت هذه جايبها ما قبل الله يا رمزي عشان بكره تاخذ من العانيات؟ لا كذا ما غير كذا. هو يقول الرجال تاخذها وتعطيها وزي كذا. لا ما هي بالله. قال لله معروفه. شفت انت كان قصدك كذا الظاهر بكره ما انت بتطلع من غرض ترك اللي جبتها. كم جريتها. انت عطى الهديه وخلها بعدين عشان لو ما جاك شيء ترتدها بس. شمش اسمع يا رمزي اصلا احنا قايلي ما في عانيات. ما في ايش؟ في الزواج. من اللي يقول ما في عانيات؟ انت تبني بروتوكول. الله يحييكم بدون عزيمه وبروتوكول بدون عزيمه. الله ياخذ عقلك. الله اسمع اسمع. الله يحييكم تشريف بدون تكليف. كل دعوه مرسلها غانم. انا عارف غانم من؟ غانم سعيد وبندر وبدر. الله يحييكم ابو ساره الحرامي الكبير. الحرامي الكبير ومكتوب الدفع قبل الحضور. ولد لا جيت كل الشعب البيت نرسل رسالته العزيمه الرجال التحويل على الحساب التالي الايبان الثاني. اصلا نص الحين الحوالات بتصير على حسابات وما يبغى وصلت لحساب العود. انا عارف يا كنسل يعني كنسل. كم شريتها؟ علمني. اشتريتها ب 85. انا حصل دبلها وثري وثو عارف ان انا عند حواتم الهيله. قال لك تقول لي وما تقول لي. مالك اقطع لي واقطع لك. ما ارجع ان انا لا اروح وجرب حظي. انت بكم 85؟ 85. ويعني انت كم هاقي انك تطلع بعد العرس بكم؟ والله اقل حاجه حق الليل 250 وحق العصر 250.
انت بعد هذه كلها ب 85 لو كملت مياه بطاقيه وعقال كان يمكن يجيك شيء. عنده فاتوره عنده فاتوره الاسترجاع والله لو ترجعها ان شاء الله. يعني انت بتخاوينا؟ ايه بخاوينا. الله يحييك. اني لك من الناصحين يا رمز. يا غازي يا رجال رايح العرب هناك والله يا من يمر على خشوم ما يسلم الا من الله مدري ما بي جوع جوع جفاف. الرجال الحين بشلنا اما اخذنا معك ولا خليه ياخذنا معه. اسمع انت قول الهديه هذه قل عن 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 غانم وعن ابو بنت الدين. نعم. قل عنا الحضور قل عنا الحضور. كلني مد بيمينه مو هو اجي يا ولد استع على وجهك انا معك اللي كم يميني يمينك مد باسمنا كل ابونا استع على وجهك ثم حنا اخوياك انت مد لعمك مد لعمك ما انا جاي بنطيم من مدتك مد دي مدتك واحده امشي بس باسمي وباسمك وباسمك يا اخي مد انت متولي انت مدير اعمال الرجال يعني ترهب طيب عطني انا اكبر وانت 400,000 شلتها في ايام العيد كلها ما اعطيتنا منها الا 50,000 يا ولد وين رحت بالبال يا ولد يا اخي طع عمك استع على وجهك انت من اليمن السعيد البشت عندهم ولا يتركون اخوياهم حنا معك وانا رايح اقدم عشان انا من اليمن خلاص وانا معك حتى اعتبرني ايماني معك وانا معك اخذنا معك حنا معك يا رمزي والله ما نجحت خطتك بشينا عشان نجت قسمه والله انك تسمها سوا شم شم هاي يا رمزي بتقسم لهم اذا جاك شيء نعم نعم ولد اليمن حادثه تنحدي كل حادثه اسمع انت لا جيت عند عمي سعيد اسحب عليهم طيب شفت رمزي والله ان هالعم سعيد 70 والله هالعم منهم لكن اسمع والله اني لا لبس المشلح بس الله يلعن الشيطان ساكن بيت جديد وعريس المبارك ان شاء الله راح المحل ابو سعود السلام عليكم انتم عليكم السلام الله حي وش الدور الله يعافيك جاينا بنا قلط بالسلم قهوة يا حبيبي قلط عند من؟ بنا قلط عندك عريس ومبارك لك هو اللي تبع منه احنا البيت ابو فاتش كان قبل العرس وهو خلص معك فمور انت تبي تروح وتبي تغيب 10 ايام 12 ايام فمور بيني وبينك عبد عبد الله انا فضيلك انا هالحين ماني فاضي عمي احنا ما هي قريه وراوحوا احنا بنشيك يا عمي خذوها زانه سلمها زانه خذوها زانه سلمها زانه تراني اسمع يا ضار برقه زين من يوم قلت لنا هذا فات ايام ما كنت بعيه خارج عمي انا ابن اخيك عمري 35 سنه ما حد ودرك كل ما يجي العيال عيالنا وراك عمي مساك الله بالخير يا عيني يا هلا انت مرسلهم علي وشلونك طيب يا قلطه قلطه فك فته قلطه هذول مرسلهم علي نبغى نشوف البيت ونسلم عليك وناخذ علم علمتوني اعطيتوني سابق ليه عندك عرب يا عمي عندك احد ما عاد خبرين عندي عرب انا مغرد تسلف عرب من برا يشتغلون والجوال ما يفصل الجوال الامر سماوي كان فيه ما شاء الله يعني ابو فلوس انت قلبك تطلعني برا لا شلونك يا عريس الله يبارك بخير طيب يا عمي وش هالوجه 60 سنه ما شفت لك هذا انا ما انا بخاصين يا عمي اجلس هناك ما شاء الله عمي وشلونك يا ما شاء الله وش هالوجه الزين اللي يفتح النفس والله زينه الحمد لله العلم الغانم اللي ترصانا لكن هل الوجه هذول ليش ارسلتهم علي انا فاضل لهم احنا اللي جاسي. عمي بالامان اوف وكيكه لونها فراوله وشغل الاحمر اللون الاحمر يا ولد شوف شوف الوقيعه فالاحمر من بيجيك يا عمي ضيوف الخاصين والله والله عرضتني هذول ليش هلا يا ارحم هذا الشيخ رمزي ابن اليمن الله يبارك فيك هذه المعدن يا ابو هديه انا وياه سوا يا عمي احنا جايين سوا عمي احنا معك لا لا مو معي هذه مني انا بيض الله وجهك ما نموت خواتنا ما تنوص عدلنا حتى على الرجال الاجنبي ما ادوا انتم جايين لي وش تدورون؟ يا عمي احنا جايين انا ما انا اجنبي انا من ديوان انت الله يحييك والله تفضل 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 في الصدر يا رمزي انت يا عمي احنا جالسين رتب الشقه عشان الله يبشر ابليس لا تكذبون لا تكذبون ما نبي نوقف الشقه رمزي سحب عليكم صدر المجلس والقبور اجلس اجلس ما بين جايين دام فاضي يهتلون وش انتم؟ احنا بنخيك نرضع معك الا شرين يا عمي هذا اللي ضبيته اعلان وهذاك راغة شوار زاغ وخلانا لا ما اخذتنا معك رمزي ليش سحب عليكم؟ رمزي رمزي مثل الرجال اللي ودرنا على الباب ما دخلنا غير جالس صدر المجلس هذا ما فيهم علاقة ترى رمزي تعلق فيه طلع 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 طل
تستاهل يا عمي كل شيء. هذا المجلس يا عمي، هذا المجلس ما شاء الله ما شاء الله. عليكم السلام. بارك فيك الحرم الكبير اللي علمه مس. حياكم الله، حياك الله ابو بارم. هلا هلا يا عمي، شلونك؟ هلا هلا ابو ربيع، ابو النصر، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ وشلون عن شلونك ابو سعود؟ يلا حي. وش تبغى عند ابو سعود انت؟ احنا والله جايين الشباب بيشوفون البيت وبينبسطوا. انا لا شباب مين ومهنين له ان شاء الله. بس كبرنا ابو الله يبيض وجهكم على مجيكم. وجاء وهالحين دوري ابو سعود، ابي في سوالف وابي في علوم وبحكي معه امور ما باكم تسمعونا لو سمحتوا. احنا بين اخيك الصغار ومعك ولا على جالها مغطى يا ابو غار؟ قرقع بالي في صدرك يا مال الشح. حد يدري عنه مره لو تكرمتوا طلعوا برا يا عمي. ما على جالها لا لا لا، انا ابو سعود في مواضيع وعندي علوم بقولها له. وهذه يا ابو سعود 10000 والله انك تستاهل. والله انك تستاهل. وعذرنا في قصور يا ابو سعود، وانت اخونا والله يوفقك. بيض الله وجهك. انا وعبر اخي، انا يا ابو سعود كل واحد الحال، كل واحد الحال. هذا وقت الميقاف يتبعون رمزي مع خطره مهدينيها. وقت الميقاف وش؟ يقول نخسر بالله طش على ابو سعود. رمزي ما له جوك، جوك الحرميه رمزي وابو غانم وكل يبون المداد. هذا وجوب وهذا حق القرابه، وهذا حق القريب. في بطرك وعندك علم المدري شنو؟ ليش ما تشركنا في الوجوب هذا؟ الوجوب انت عم المفروض تشمل بريخيك، لكن الوجوب اللي ماشي منا أنا ما أقدر أهدي. أنا على عايز أنا عند هداد تيمة وفي طريقه لين أموت وعندي عمري 90 سنة. مرة ضعيف دايم مرة. علمني يومكم جايكم مع رجال جاي مع اليمن من اليمن، بيض الله وجهه، جاي بالغترة تقولون شركنا فيه. أنتم غايتي، أنتم قايمين على أخويا يوم جاء. أنتم وش أنتم؟ أمد ماشي أمد سوا اليوم أنتم وش أمد؟ أنا طالب تسمع مني. أنتم وش أنتم؟ اسمع اسمع، أنا معلوم من الوردة. اسمع مني، اسمع اسمع، أنا ما قلت كذبت عليك مني مني. والله أنك تسذاب أكبر التسذابين وشيء. لا إله إلا الله. يا عمي اسمع اسمع، لا إله إلا الله، فيك من صلى على النبي. اسمع اسمع، الله بصلي سلم عليك. أنا ما نكشف عن اللي في قلوب العرب، لكن والله أنا اللي جو كالثنين أني ما أزكيهم الورا الباب. الرجال هذا عشان بكرة ياخذ من العالية. والرجال هذا ما ادري بطن كبير ولا ادري وش اضمنه من غير. اسمع ولا لا تعرفون الوجوه ولا عندكم ولا حكي الباضي. بس اطلعوا برا. يا ابو سعود انت رجال العم اللي ما دخش بني حيفا المده فيها خشش فيها خشش. انا اخذ منك يا ابو سعود. اسمع اسمع بالهداوه، خلوني احكي الحين في الموقف. اذكر الرجال على وجوب على قريبه. لا وجوبكم ولا عندكم موقف. انا وجوبي معك انت غازي. لا غازي اصبر. لا لا صغير سهل جلس صغير سهل. انت من الحقيقه يا عمي يا عمي قلم يا اخي. اقل حاجه اعطوه من دخون حتى انا بقول هديه يا اخي. انت تكشف كانك كيس رز قام يورد الطير الخلف للشباب حق عيد تطلع. اسمع يا عمي، الاولى ودرتنا وسكتنا وتحملنا ورمزي جحدنا وبغانم جحدنا، والحين اعلمكم الصدق. والوجوب من عندكم يرفع خطوه. يا ولد لا تجاهدون العريس. عمي عريس. انا اسمع اسمع، عمي عريس ولا تجاهدون. احنا نعتبر لحق، ما عندنا وجوب مره. لا حق عمركم لحق. لا حق على الرجال يا عمي. بيض الله وجهك يوم انك وقفت مع اخوك ومديت مدة طيب. غازي ليش ليش ما بل الله انت مديت؟ ليش ما بل الله انت مديت؟ لحظه ليش ما بل الله؟ احنا من غازي من اول. وهالحين طول عمركم طول عمركم صغازي جاي جبهم من حار مغازي. لا لا انا امي سوى يا مال الشحن. لحظة أبو غانم ما هب لله. ليش يا حلال أنا أعلمك. وقف، أنا اللي أعرف أكثر منك. وقف شفت أبو غانم أخوها الصغير وبكرة بيأخذ منه، ما أقدر أقول الشيء ويدور. يأخذ منه من وين؟ يأخذ منه من المدات بكرة في العرس. يا ولد يأخذ منه أبو غانم. رجال مشاريبهم غضربة. أنا أعرف الرجال هذا زين. نعم أبخصه. شوف الثلين هذولي مختنا الصواب اليوم، حظهم ما زين وعلمكم ما عشان أطلع عمر عشان عمي. والله ما درت إنكم كذا غير اليوم من أول. لحظة أنت تبى أخوك بهرجة نطلع حنا؟ إيه أطلع. شو هرجة كلام عنويش؟ وبشجع انا عرفت هرجة. تبني علمك يقول في لكزي صغيرة تصرح لكزي من الهيلكس الدبرانسي. وانت رجال مقبل على زواجها وشفت العشرة اللي دبحها بياخذها طاق مطبوخ. شوف هذولي هذولي افكارهم مادية كلها مادية. والله ما قطع الدرجار والخطوط هذه للمادية ولا كذا. مرحبا النصر ما شاء الله. ان شاء الله الله يجيب السالم وغانم وطيب. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يهنيك يا عمي، حياة زوجية سعيدة بمشيئة الله. اللهم امين. الله يوفق ذا الوجه يقبل دعاءك. اللهم ها تتسيني ومنك زرتها وشفتها وصورتها.
والله العظيم اني من زمان يا عمي ما شفت هالابتسامه وهالاشراقه على وجهي. ما شاء الله تبارك الله. ابشرك من فضل الله انه من يوم بدت هالناصيه وانا عندي افق من السعاده ما يعرف الا رب العالمين. يا قلبي الله يحفظ الوجه. طيب ضبط ابو سعود صح، ضبط اخوي زين، خلي يدك خفيفه عليه واهتم به. طيب مره وخلي اهم شيء يدك خفيفه عليه. والله نظبط التظبيط، نخلي بكره العروسه تقول ايش العريس الحلو هذا؟ رجعت ايش العريس الحلو يقبر قلبي؟ رجعت اي رجعت 30 سنه ورا. اي ادعي له يا اخي دعوات بالسوري بلهجه اهل الشام. اي اكيد لازم لازم. يلا ادعي له. طيب انت مستحي؟ قلت اقبر قلبي خيو وابن عمي ما ادري ايش اسمه. قل لي ابعث لك 60 حمى. استغفر الله. لا ابعث لك 60 عاب. يلا يا لؤي ايش فيك مستحي؟ تكلم. ريح بس شوي. انت تسوي يا اخي يا عمي والله يتسولف لو تبي للسنه الجايه واذا اشتغلت الكاميرا. بس اشتغلت الكاميرا اي والله. ابعث لك 60 عافيه. يا لؤي ايش فيك ضيعت الكلام؟ لخبطت الاعدادات عنده ترى والله ما اطفي الكاميرا. بتتكلم يلا طفينا الكاميرا. واحد اثنين بس شويه. ونقول لعريسنا اليوم عم سعيد الله يبارك لك ويهنيك وان شاء الله ايام جميله ويبعث لك وبزبطك تظبيط اليوم. خلي العروسه تقول ايش العريس الحلو هذا. الله يسعدك ويبعث له ايش. وبعت له ايش؟ 60,000 عافيه. ايام حلوه. ايام حلوه. ايام حلوه. وش فيك انت؟ الكاميرا حقك هذه مشكله، اي واحد يطلع قدامي يرتبه. يلا طيب تبغانا نشغل شيله؟ طيب نبغى والله نشغل شيله ونبغى الشباب تلعب ونحن نحلق وخلينا مبسوطين. الحمد لله اخيرا تكلمت يا لؤي. انا مرتبك شويه. يلا. شنو الشيله وشنو بطرب؟ نلعب الحين بكره بالعيد. الله يوفقك. ابو سعود الله يوفقك. طيب يا عمي. ابعث لك عافية. رمزي وش الرقصة هذه؟ هلا بالوجه. هاي دايما نلعب بالجنية. تهنى يا عريس تتهنى. طول عمره ما عرف درب جميل كنطان. طيب عاش عاش عبد عمر قلبي عاش لؤي عاش عاش لؤي. يا لؤي اخيرا خلاص انفكت العقده معك. ايوه انفكت. هي اهم شيء شيلات حمسني وخلاص دخلت الجو.